صباح الخير جاد. صباح النور. صباح الخير مجددا مشاهدينا. اليوم جاد بده يحضر لنا شيء كثير طيب، جبنة المعزة مع عجينة البقلاوة، بس كيف الطريقة بدنا نسأله اياها. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. هلا نحن امبارح اشتغلنا بالجبنة، اخذنا كامومبير قطعناها عملناها بانيه قليناها. اليوم اذا بدك بنفس التم بس اخذين غير نوع جبنة، يعني عم نشتغل هوت ستارتر اكثر من مين كورس. جايب معي عجينة بقلاوة، هلا رح نشوف كيف رح نمدها، كيف رح ندهنها زبدة. رح ندهنها زبدة كثير زبدة شوي، رح نقلل قد ما فينا، رح نعمل زبدة مكررة. ميرسي يا كلاريفايد باتر. الكلاريفايد باتر بناخذ زبدة عادي، بنجيب كاسرول تكون ضيقة بس مش كثير فلات، يعني مقلية، بنحطها وبنحطها على نار بطريقة انه تدوب ما تغلي، بس تدوب بنشيلها، تفصل الزبدة عن الحليب، بصير عندك الحليب تحت مزبوط والزبدة مايلت فوق، بصير نشيلها بالمرقة بيبقى الحليب بنكبه. ليش هاي بنعملها؟ بنستعملها لرستات مثل هاي لأنه الحليب بالزبدة بيحترق، نحن ما بدنا ندهنها زبدة لهيدي. طعمة بتتغير. مزبوط عندك طعمة حليب وبتصير تحترق أكثر، هون ما بقى عندك ريسك تحترق الزبدة، حتى وقت فينا نطبخ بهاي بتصير تحترق على درجة حرارة أعلى من الزبدة العادي. هلا اللي رح نعمله رح ناخذ عجينة بقلاوة نبلش نشتغل فيها، بس الفرق انه اليوم كمان ما رح ناخذ بس هالجو تشيز نلفها، رح ناخذ الجو تشيز نحط لها سنوبر، رح ناخذ الجو تشيز نحط لها دراي توميتو شوية بيستو ونرجع نلفها ونشويها. واليوم الروسات ما رح تكون مقلية، رح تكون مشوية بالفرن، محمل الفرن انا تقريبا 240، ما بدنا حرارة كثير واطية لأنه بتدوب الجبنة وبتفرط، بس نحن بدنا نعطي لون للعجينة وتطلع بدنا كريسبي تكون العجينة كمان. مزبوط، هلا أنا شو عامل هون؟ بس هيدي قصصها كرمال القياس لما نقعد نقيس ونضيع وقتنا. اللي رح نعمله كمان شغلة حلوة هاي الروسات، هلا بنشوف كيف. اوكي، رح ناخذ سكين. عجينة البقلاوة دائما بدنا نشيل الشقفة اللي بدنا نشتغل فيها، لأن هي شلتها من 10 دقائق لكيف صارت كريسبي ما بيسوى، فبدها تضل ملفوفة. لكن ناخذ عجينة بقلاوة نشتريها خالص، نشتريها خالصة طبيعي، نحطها على ايدنا، بدنا نشيل ورقة. اوكي، أول كوش هلا هون مخزوقة بنشيلها لأنه فينا نستعملها لغير روسات. هالمخزوقة فينا نفرمها ونعمل فيها بانيه دجاج ونقليها، بس لهي الروسات بدنا شقف كامل. شقف كامل يعني هاي المفروض تعملنا أربعة. هلا نحن وعم نلف إذا حسيناها شوي كبيرة بنرجع بنصغر. أوكي، شو يطلعوا ريكتانج؟ فيهم بس لأنه شقفة الجبنة مدورة. هلا بنشوف كيف رح نلفها. خلي هاي هون. ميرسي يا فرانسوا على هالموسيقى الحلوة. بيضة اليوم، هيك بيضة اليوم. لكن نرجع بنلفها هيك، ناخد مش بيضة مش بس اليوم، دايما ببيضة. لكن رح ناخد الجو تشيز انا قصصهم. هل قد لازم نحط الكميه ولا فينا نحط شوي اقل؟ فينا بس لانه هاي بورسيون وحده، يعني هاي الوحده بورسيون بتكون بصحن. اوكي، يعني لكل شخص شقفه مش اثنين. اللي رح نعمله بيستو، يعني بدنا نعطي شوي طعمه لقلبها مش بس من برا بالبرزنتيشن. اوكي، على الخفيف. مزبوط، لانه هلا بالروسيت بالصحن رح يكون فيها بعد شوي. هلا انا هون رح ادهن زبده، لاحظتي ما دهنت مطرح ما حطيتها، ما كثير بدي كثير. اوكي، لانه بدنا ندهن من جوا ومن برا. بدك تحط يامي كاتيا بنفس الوقت بلا زبده ما رح تسكر معنا. اوكي، هاي من ميلة جوا مش الحال، رح ناخذ. بدك تحط كوش ثاني من البات ولا لا؟ خلص هيدي هي لانه شوي سميكة. اوكي، اوقات بتيجي العجينة رقيقة. اوكي، شوية صنوبر مقليين. مزبوط، هول بيعطوا هيك إذا بدك قرشة بقلب أكيد التم. طعمة طيبة. هلا درايد توميتوز،
بندورة مجففة وبس. That's it. بدك ترجع تحط شوي زبنة ولا بدي حط زبدة ولا لا لا بدي حط زبدة على الوجه. هلا هذا الكعب اوكي اخذناها حطيناها هيك. هلا قبل ما يندق هلا رح نفوت اثنين على الفرن لنلحقهم. قد ايه وقت بدهم بالفرن؟ تقريبا بدهم 6-7 دقائق. اوكي على الفرن انا حاطه 240. خلينا ندخل هاي الصينية لنلحقها بالبرزنتيشن. بلا زبدة ما رح تطلع شقرة ابدا. وحاطط انا ورق زبدة بالكعب. هيدي زبدة مكررة. هاي زبدة مكررة ما فيها حليب مزبوط تما تحترق عليها. هيدي هي. هلا رح ناخذ هاي هيك. بعد عندنا ثلاثة بدنا نلفهم. تنأمن التيستينج بنفوت اثنين على الفرن. بنقلع بيقول. اوكي. هلا رح نلف نبلش نلف هولي بس قبل خليني مشي الاسبرج. هلا انا هولي مسلوقين. هولي مسلوقين هلا دايركت رح سخنهم يعني رح سقطهم نص دقيقة رح شيلهم رح بلش اعمل لهم صوتي هيك لنحضر دغري للتيستينج بنرجع بنلف هوليكي. انا رح احط زبدة مقلية. فينا نطبخ بالزبدة المكررة؟ فينا بس نحن اوقات بنحط الزبدة لناخذ هالطعم الطيب اللي بالحليب. فينا بنكون اذا بدك عم نستبدلها بالزيت هون زيت الزيتون. يلا رح نلف بعد ثلاث حبات بس هون بنكون حضرنا لل تيستينج للتيستينج لحتى هيك يطلعوا مع بعضهم. هون حاطط ملح خشين اسبرج رح نشيله ونبلش نعمله سوتيه. بضل عنا شو بضل عنا؟ بضل عنا بدنا نلف بعد هيك لنشيل هولي ثلاثة أو أربعة. ليكي كيف بصيروا كريسبي كرمال هيك عم بقول كلهم عم بيقولوا أكثر من ثلاثة 18 يعني. يلا عنا أربعة جبنة فينا نلف أربعة ما هيك؟ إيه رح نلفهم كلهم. يلا ضربة وحدة بس لنشيل الأسبرج منبلش بال بطبخهم. هيك لونهم شو حلو. الملح الخشن دايما صح بيخلي اللون الاخضر. نصفيهم شوي. يا نحن رح نبلش نعمل صوتي ونلف بعد الاربع حبات ونمشيهم دغري. اها يا رح ناخد سوا وقفة ونرجع لكم من كافي واتس كوكينج. لكن سلقين الاسبرج سخنناهم شوي وهلا عم نعملهم سوتي مع زيت الزيتون. بدنا نرجع نكفي بعد عندنا اربع حبات رح نعملهم ندخلهم على الفرن. هلا ليكي شو رح اعمل شغله بهيدولي عم طل على الاي اللي بالفرن على البلكون. رح اعمل هولي بس هول دوبل. هلا بنشوف كيف بيطلع الفرق. هيك بتطلع كميه العجين شوي اكثر بيطلع عنا قرشه اكثر بس رح نجربها. جربنا نحن الطريقتين بس هون شو الفرق قبل نشيل هاي مطي. بس بدنا نحط على كل كوش 100% بدنا نحط زبده لانه تتنطبخ يلزقوا اسنانه وتا اوكي دهنا زبده نرجع نحط الكوش. اخذنا وحده هلا هون زبده لا بقى خلص وان لاير. الكوش التحتانيه ما لازم تكون ابدا مخزقه لانه هي رح تكون على الوجه تكون الاساس. وهيدي
غنيها هيك. اوكي. هن ثلاثة هولي؟ ثلاثة؟ حطينا وحدة بعد يمكن ينقصنا عجينة ما لنا مشكلة. في وقت. مشكلة. اوكي. لكينا بيستو، دراي توميتوز، جبنة. نرجع منحط صنوبر فوقهم. مزبوط، جبنة. شوية زبدة على الحرف بس لتسكر معنا. مش رح نحط على الداخل من جوا. لأنه إذا ما حطينا ما بتسكر. صح. ناخذ بيستو. بيستو كمية قليلة. يمكن طفي الغاز عندك؟ لا. رح ماشي حاله. اوكي، هلا هول شوي الحرارة طلعت. قلت لها نخفف شوي. فينا نستعمل بيستو، شو اسمه كمان؟ نعناع. اكيد. هون بنكون هيك عم نغير الطعمة. فينا نحط جوز. هلا فينا هون نستبدلهم اذا بدك بقلبها، وفينا بالصحن كمان، لان هلا بالصحن رح نحط شوية صنوبر. يلبق الجوز مع الجوت. احنا رح ندخل هون كمان على الفرن رح نلحق نشوفهم بالتيستينج. اوكي. الاسبرج صار جاهز. بتحطي تحت الاسبرج؟ ايه هلا يلا بس بدي احط لهم هون بس اذا بتلاحظي كمية العجينة أكثر رح تطلع. بدنا نحط لهم بعد ملح وبهار بنبلش نحضر للبرزنتيشن. يلا. كمان هون خلينا ندهنهم زبدة ونقلع فيهم بالفرن هيك بنشوفهم سوا كلهم مع بعضهم. يلا بنظبط الاسباج بنحطهم بالصحون. يلا. اوكي. هات لنظبط، نحن تقريبا خلصنا، بدنا نحط البهار. ملح. رشة ملح صغيرة. هيدا شو؟ هيدا كريم بلساميك رح نستعمله. أوكي. بالصحن. خلينا نبلش نسكب الصحون. اوكي. وبنرجع بنحط الجبنة بالتيستينج. هيك بتكون سخنة. خلي هالمنطقة هيك شوي مكركبة. نشتغل هون. اوكي. يا. يامي. لكن الاسبرج رح نبلش ناخذ اهم شيء البرزنتيشن. هيك بنحط الميل الشقرة كمان. طلوع. بدنا نشيل من الفرن ال بدهم شوي. يلا بنشيلهم وديركت بنحطهم بنكون شفناهم بال كثير حلو. الصحن رح يطلع هلا بتشوفي مع البلساميك كمان. ما عندي شك قد ايه رح يطلع، قد ايه سامبل وقد ايه طيب. سمايلينج فيس. شوكه شوكه. بدك تعمل زيح؟ لا هيك بكل بساطه كم نقطه ما بدي زيح. بيحمل الصحن لانه الوانه هيك فاتحه شوي. صح. اوكي. بعد يمكن بناخذ هلا بقول لك شو بناخذ.
بدي كسرهم تكسير. رح نستعمل هلا فينا نروح على ورق كثير صغير وفينا نعمل مثل ما انا عم بعمل. بعرف قد ايه وقتنا. مزبوط نحن خلصنا، رح نروح يمكن بريك هلا وبنشوفكم بتيستي، نرجع على الدويق سوا. نفرجيهم للمشاهدين. خلصنا اول اثنين هول اللي وان لاير عجينه، وهون النص دقيقه رح شيلهم كمان، بهمني نشوف هول وليك رح يطلعوا شقر اكثر. انا عندي عجينتين وبقلبهم في زبده، هلا هون الزبده اخف، هون دايت اكثر، هون دايت اكثر، وهون القرش شوي اخف اخف، مش مشكل، المهم الطعمه. انا بدي ننطر ثانيه وبنشيل هول. هلا انا رح احط وحده هيك لان شوفوا المشاهدين الصحن كيف حيطلع. اكزاكتلي. هيك قديش وسامبل الصحن. ما في عجقه. الطعمة كلها إذا بدي كونسنتري هون ما في كثير طعمات، هول اللي شايفتيهم هون كلهم هيك بس للزينة للديكوريشن هيك ليعطوا أكثر. شو؟ يلا ها. إذا على بالك تبلشي تدوقي هيدا. لانه انت هذا فينا ولا سخن؟ لا برد شوي برد. زبده اقل. وهلا رح ارجع نشوف سوا هوليكي، بهمني نشوف هوليك اكثر. واو، تنصور هالصحن نرجع نبلش ناكل. ليك شو صار عندنا هون؟ ثواني رح نشيلهم خلصوا، واذا على بالك تدوقي من هولي كمان هول قرشتهم رح تكون كريسبي اكثر. خلص حاجة شحنينا. انا برايي ذوق اثنين. اوكي، وان بايت من هاي. اه هيدا حكي وانو ال ليك شو حلوين. هلا هاي لك كيف شقريت هيدي بيرفكت. هون لك شو حلوه هاي، اذا بتاخذها الكاميرا لك شقارة شو حلو. نحن خلصنا لليوم مشاهدينا، وقفة ومنتابع لايف.